كيدين على النظام جنوجي سي فيصل غالب انسور خرجت تمسرش تشغر البار متص نودان تمسرش التطرف نيخ الارهاب وكثار من الشباب المغربيين لما زيغن نيخ عربا واتهم مشان المغربيين يجي طاحن غا ثموران نغني حماد جاهد نيخ حماد مرغان نيخ اربعه زيس انت دوار انت اربعه زيس انت تمتن انسور شويه خمسرين ميني تجاني وذانين طراحن غا ثمورياتينا من زمعنا الجني وذان تدي هولندا ماذا الحكومة نخ يعني الأسباب جدًا ما زمع عنك شن حاجة نشين كي مغربيين ما زمع أنت تدي شن حاجة ثيم زيدا وين إلى آخره سي فيصل غالب طحب خزيك غرميوا شكرا شدنا شوية الوقت شك ممي أجبخ الحركة شن سور مزيان التصن وقت التويت التعليم التعليم قد ولد غاصة على قناة محضانة جوذانة قش كثر وسط المجتمع كثر نشط سياسي المجال الثقافي التصق ومي وقش كعادة مني وخر خو وثقيم الشيء ذي التعليم ما رخص ذا أي ثيني ذا تقديم أن بذا السبب من يعني الوضعية الشباب المغربيين ذا ذي هولندا ما متوريغش قضية السبب يتجن الشباب في هولندا طحن ومقال طحن جاذب الواقع لأنه رأي الجهات تفسير الجهات غاسي تفسير نوني والواقع المنطقة الذي ماني طحن دين إجن صراع يمكن سيني صراع سياسي صراع طائفي صراع غاز تأثير خارجي في المنطقة في منطقة الشعوب بالنسبة لإيران وسوريا إلى آخره أندور غاوة ورمينة الأسباب دين أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة السبب المباشر أعتقد أنه خصنا نطلق السيودنا مزوارو الوضعية الشباب لأن معروف أن أغلبية الشباب يطحن غا سوريا وغا العراق ومقعن جاهدا الشباب غاسن توا غاسن وعاد غاسن بشكل عام إيج الوضعية وعندي شامليح وضعية اجتماعية مقصدين اجتماعية ثقافية اقتصادية مقصدين اختصاص سوى وليهون إذن الشباب أولا قضية العمل التربية التربية النشأة نسن غاسن تجربة شوية أغلبية تعفنت للتعليم كذلك أغلبية الشباب وكملن والتعليم نسن الشباب كذلك الأغلبية واخد منشا إن يعزون خدمة تقن سوليستاسي كذا وكس وغاسن وخدمة الشباب كذلك غاسن تجارب تعفنين الحياة نسن توزعن سن من جملة غزك غشدوها فقط قضية تجربة التمييز العنصري وكان هي واحد ولكن بشكل عام الأجانب مرة مقصدين تجارب الحياة توزعن سن شوية تخميت تحسن بأنه تمازق والواقعة واسي تعجيب شا إجاثن معزولين وخاذت مؤث هولندا مفروضة في الفرص الجميع المواطنين كمرن سواء المواطنين الأصليين نير نير زي جان زي أصل أجنبي قصدق المغربيين التركيين إلى آخره الواقعة اللي تعيش معزول يتجيثن العزون خشن البديل البديل موجود لأن التأثير بالسبب هذه أسباب غير مباشرة سبب مباشر وضعيا سن أسباب مباشرة مثلا الإعلام وسائل الإعلام الإنترنت الميديا بشكل عام الشباب غريب مقارنة بالوالدين سن معناه غاسن مقان اكسس غاسن مدخل الانترنت غاسن مدخل الاعلاميات غاسن لغة اكثر طحن ازون خرخبا
الخبار ديك الخبوره ان العالم بان العالم انا خزا من يمتفذ المشاكل، ولكن منطقه الشرق الاوسط بشكل عام بشكل خاص منطقه حمايه الطاس ليس الطاس خصوص السنوات الاخيره ليس الحروب ليس الى اخره. ف الشباب خزان قلنا دي تدفن دي الاعلام دي ميديا تفل وضعيه بانه الطاس العنف ليس الطاس الحروب الوحشيه اتصل الضحايا وخصوص العراق سوريا مثلا فلسطين موقع اخيرا في غزه. فتطورت العالم اجمالا بشكل عام دجا الشباب انه واسن تعجبوا الحر خميني توقع عن خصوص انه اغلبيه الضحايا ذي مسلمين تشتشاني ذي مسلمين ذي مسلمين غاسين الشعور وين شنو قاشه التضامن، ولكن احساس بانه ينادي مسلمين ما يمتح زائد ان بشكل عام اعلام ديال العالم يكمر يتشجن اجن ايماخو اجن الصوره ان يعني ما وقع الارهاب ديس مسح يوقع اجن نسخ وين اخي مسلمين كمرن، بينما العالم من يتوقع ديال العالم انه مسلمين شحال من مره تيرين ضحيه الارهاب الحروب الى اخره، يعني باش هذه اللي بنادم موضوعي. المهم سقسي ذا ياخ الاسباب تينا الاسباب تواريخ الشباب تعيشين تقوكا هو لا خصني من يظهر من قان وسخش انه ما وثنيشن، ولكن اذا هذا مش نخمي مغربيين ذوك جيف اللي استني اني قطع حنا الطاسغا غاث مريثينا مثلا السجو لندا تواري غان خارين يتوكين تجان شويه مغربيين ورني ذي مسرمن ضابون تسري شخص يتوكين راح ندير يعني تما يدرس العدد نخوا ذين يجي الشقاع وذين بوي وذين زي جنسيتنا يعني مغربيين نخمي وجدن لان ما مش دورين يعني ثني ذا عندنا الاعلام تسمي تصور راس تولي قاني ثني غاش تما تسندي مسرمنا قين ديها مظلومين الى اخره، يمكن يتعمار ثن كتا كتا سكن غني يقرا راس نقم شنو خميش نجزي فاميليا نشيو سجد الطاس قد الشرق الاوسط ديني سي وقع المشكل ديني قد خصنا هذه راح هذه جهد حما هذه فكه شتمس الظلم لانه راه ما يقبر شتمس هذه المظلومين او متني بطبيعه الحال حتى مسر مرن هتيرين في حاله قين مظلومين قين ظالمين مش نبغي ذا الظلم ذي تنقيت ذا يوذا ناقي راحا خو وقع ديني تصمو ورد هذه هولندا يناقي راحا قنت ورا من كين الى اخره خو متغادر نغا هولندا من دس نغاكل من غا يوقع تص شكت بعد الاحداث الصور مثلا مثلا كسن باسابارتي ما تبعان ما تنحضن خصاش تسقسي ما راكش الراي ما توارد منايا ذي حل المشكل من خصنا من خصنا ذكن ناخذ شنت مسرايا نظني شوي تو تجغن تكتا اما شنو خصنا انا اذا انا خصنا نستمروا ميقان الاسلام المتسامح نيخي خصنا الائمه اني نصغى شوي تكتا نيخي خص الاعلام هذه بالدور اثنين تنقذ الملزم مع اثنين خصنا شوي سقسي لي غاس هذه السنين ولا مزوار على الاقل بالنسبه لاجراءات مثلا غير قبل ماشي الدوله تاع هولندا ماشي غان كجاليه كمغربيين غانغدو وحدس، لكن بالنسبه للدوله الهولنديه اجراء انه تواري غنش هذيك كسبنا الباسبوري مواطن هولندي ماشي اجراء صحيح يعني ما يميلينو شغلات تكارا نغض خل المشروع نيتو غا الحكومة شا 50 سنين زقومي كتا خا مقام دبل ناسيوناليتا عيد تفاي باسبورت يعني ديال الوقت نيتو غا خصنا ديك السن معنا بنادم غا خصني الباسبورات غا خصني الجن، ولكن فرضوا انه بنادم دا مغربي وغاسبو مثلا غاسب باسبور دا هولندي وغاسبو باسبور دا مغربي ما خاص تبقى القانون ما لديش القانون لانه خص القانون خص خاص يريد مطابقه دستوريه بالنسبه للدوله الهولنديه وبالنسبه للسلطه التشريعيه ماشي السلطه التنفيذيه ولكن السلطه التشريعيه بالذات والقضائيه. ف ما خاص هذا الشغله تواري ماشي اجراء صحيح ذكرت شويه ديال الماضي 6 7 6 زكوامي تخسر كنا ديك السن باسبورات غالي تحفظ خاص. ثانيا توريغ بانه واش من يوقع نظام مثلا يلا السبت اثنين اسر كشي ناس الباسبورات دي مغربي اعتقد دي مغربيين
اثنا يبدو اني مقرن الاسره مغاد ادي ستي مغاري ديا يزن غادي ني حنجيان حنجيان يمكن مالا عقل خبار اش غاس 9 سنين اش غاس شن شهور ما ثمن من ايام ما 18 شهر اعتقد 18 شهر ايد كراندي كوينا دي تيليتكس غريق تيليتكس الشغلات وريق شوية قادين دايس القضاء دايس البلدية دايس البوليس دايس الكندر بسخيرمي الى اخره يعني اعتقال يوذا اني طفنتم اني مقرانا اني مزيانا وينتن فاقنتن خلوالي جنسن غار حسب ما ين الخبار والصينغ لكن انه يوذا انا تقصد احن غاوين غا سوريا اجراء يمكن وانت تفول السياسة الصلاحية الحكومة الهولندية ولكن خاص شي تعيش كيجن بلد ديمقراطي خاص المحافظة على القوانين الديمقراطية بنات ما خاص وخاص وعي توقع بو شن حاجة تعفنت يوذنا المهم تشتت الأسر لكن الحكومة الهولندية غاس إجراءات الناس ما كيتعلق لا بالسلطة التنفيذية ولا القضائية ولا التشريعية خاص تعزو الحلول أحسن زي الإجراءات الحلولة يخص أتخزع مليح ما الأسباب يجعلني وزينا الشباب بالخصوص طحن منطقة الشرق الأوسط بس مقانا جاهز ولكن مهم لان امريكا مواطن مغربي توريغ الحكومه الهولنديه خصها تراجع السياسه النس الناحيه الاجتماعيه اولا يعني الناحيه الاجتماعيه من قضيه التعليم الشباب تكوين الشباب يعني ما لا خصك اجراءات صارمه خصها تطبق للتعليم يعني اجباريه التعليم خصها تنفذ مليح الشباب خصها تغان خصها تكونن خصها تخدمن انت اعتقد حتى السياسه تيري بديله الى التسكع للشوارع ومقعنا تفوق بنا زي المدرسه ويبقى الى اخره فهمت ويتكمل تكوين الناس وتفر خدمت زائد محاربه العنصريه لانه مساله مهمه انه الحكومه الهولنديه خص تراجع سياسه الناس ما يتعلق بال التمييز العنصري اللي يتجدد في هولندا بس بعض المقترحات ولا فهم نتصور انا كمواطن مغربي ناش خدمه ديال التعليم مش خدمه ديال التعليم كذا نتوالى شويه المجتمع متفق كي جديد مثلا هنا باش الدوله عما سوا زعما تيسي الدور العائله باش تسقع ذي وذان يتجن تحتارم من ثوذات نسن تحتارم من ثوذات المجتمع الى اخره لان تسنتش واللي التعليم قد اجباري ما حتى 16 سنه ولكن احنا جاد المدرسه قيت ويتشن ديال الابتدائي مثلا تضاع 8:30 تفضى 2:30 على سبيل المثال السن ديال 2:30 تساونت راه غير راح هذه 9 9 نخق ديك فاس السن اما العائله الناس اللي خديك فاس السن وين اثنين يمدو كان نخد ما لا تحقق مزيد اجن امام ديري توالد غاسي يتفكا ما مشينا في الاسلام الدور هو تواريخ الشخصيه تواريخ المغربيين سيخ فنسن يخصنا هذا الزحمه النيويه هذا سني قصر حاره من قصر حاري الشباب هي انا خمنت وقع عند الشرق الاوسط المغربي نسيخ فنس يخصنا سني قصر حاره خويا بيس سني اللي ضعوان سني ضعوان الجيران سني طراح انني تغسطان تو ذاهن سني ذي بار خرج انت مسرشت واخا يمكن مهمه بالنسبه لي اثنين باش واجب بس العنف غاد حل واتي حشب واش غادي غوذان يمكن هذيك شن حاجه ناري شن تضامن وذا الراي والسيخ شنو تورد الفرق بين ما يتعلق المهم من دولة هولندا حتى غادي مش قان عرفت بالموازات باراليل زين الدور النغشين الدور يمكن بشكل عام جارية ولكن باش كونكريتيزا بنادم يركز الدور الاباء مهم دور التربية الاباء مهمة زي بغيتي لينا حاجة عندي مزيان نعاد خص لانه الشغلة سامحه قبل دينير لان يودك جن وقت الوقت بدات انه كمغربيين خصنا واش اندمج ديال المجتمع الهولندي ولكن شين تعيش ذا تعيش ذا معناه خصنا نعيش ما مش يتعيش بنادم خصنا نفهم بانه بعض المسائل كنغنيوي وسط شحنتي ثمارتها وسط شحنتي يثاورنا ما السوره شخ الدين والسوره شخ الثقافه لكن
خصنا يجن اندماج ايجابي المجتمع الهولندي. يعني ما لا اجعلنا مغربي يتعبث هولندي سامحني يتعبث ثاور نستحن تتسم مثلا 27 خصنا كذلك نفس العمليه. ما لا ثاور تفنزي المدرسه خص تسنى هدات. ما لا غاس نشن حاجات خص الوالدين يدغي يتبع انت مسلعينا وان يجيبو ثاورنا غادي الزنق. يعني ثين الاسباب اعتقد اجا مهمة. الدور الاباء مهم. يعني ثاور الاباء خص الوالدين سنة نتبعا هذه الدراسة مش ثني 16 عام وما بعد 16 عام خمي غام غان خمي خزمة كل واحد كل جذب بارز يجدي فنس. ثاني مسألة مهمة قضية دور الاباء. ذين دور مينث نعتقد الأئمة ماشي الأئمة بشكل عام لكن على الأقل الأئمة المتنورين المغاربة اللي كي تجندي المساجد السد كان بأنه والآباء وكسرتي عندهم زيدة وين المساجد بأنه قد الدين الإسلامي واتشا ذوع لأنه الدين الإسلامي والنشا بأنه غني مسيحيين راس الدين نغنى واني شاب. لا بالعكس دين التسامح دين وين قشاي مني بطر بالعكس دين تاريخ الاسلام مهم ليس النقاش لكن الائمه والمساجد يخصد حضنا الشباب الحرب المفاهيم يتشن بعض الدعاة للزناقيق الشباب دوخنتن نير تشنس الوعود مزيفة خشنت مسرين وعجنت تحضر جهزت تنغدي وزن تنغدي مسلمان المسيحيين اللي سمعتن نير تنغدي خفنش تزق زي خفنش خباطرة مني وها يخص الدورة مهم مساجد الدورة خصت دارة يتناقشن دي مسرينة الأئمة بالخصوص خاصة دور مهم زائد الجمعيات المغربية ماني مجان تخصص دولانية انتي والأطول المغربية كذلك. وهذا رأي ذا دقم شان إجن نقدم قاروث زرق نشتي خميس سوار خوي وذان إن قبرتو غان المشكل إنو ذاني قد راح نغا سوريا تجاهد دي سوريا وأخوة غان خورد المشكل إنو ذاني قد راح نغا سوريا ذيني قد راح نغا العراق ذيني اثنين نفوش ذيني طاح نغا سوريا الدفع عن خوي وذان مظلومين قانش قذيني الطاغيان الطاغية وين مش سقان بشار الأسد خصنا هذه كيس واللي يمكن تسمى نوحز شوية خير الجن يطيح يتجاهد يقراش على الزوخ هذا عرخ نجل العراق ما عرض يمسر من العراق والشام يمكن كتاب الدنيا ما عرخ ست دور التمسر طب هنا نو ذاني خصنا هنا نفواج دور خصمون تندي خانش ديش تنس نقانش في السنة ما لقصد بلي حد السيور وين شوية سوى واري المهم ديني وزنا لنا 2011 بقاو المشكل وتشي غادي سوريا ولا اليمن ليبيا الى اخره. كان دي وزان الشعب السوري ضد النظام وقعنا بشار الاسد وسين دي وزان وحن وتشي سوريين زباره ضمنا كسر وحن كالجيش الحر بعد ظهاد ومقان جبهات النصره الى اخره ضد الاسد. ولكن تطورت مش نيز بعد دور سكواس الزغاث هذه اجن منظمه بقى جهاديه بقى ناس داعش يعني الدوله الاسلاميه في العراق والشام. المهم هنا صدق الخلافه اخيرا على الخلافه نعتقد مهم شخصيا الخلافه في التاريخ الاسلامي تعزو الخلفاء الراشدين الخلافه السلاله الامويه العباسيه غيرهم الاندلس خلافه مفهوم الخلافه مش دغاتنا عليا العصر وجه الخلافه العصر بالعكس خصنا زائد أو عن الطرح الخلافة
دين دين دي خصنا وايت التوشا السياسه جات ديك الشغره سياسه مفهوم سياسه ويناس المخططات الجندي دي برا دي المنطقه باش تيني غير باختصار مخططات تيرين دي العراق زي 2000 وزياده 2000 بدايه الالفيه اطاحه بصدام حسين شو دير هو حسن صدام حسين ولكن اطاحه بصدام حسين العراق دولة فاشلة مشي توقع عندي ليبيا الحالية يعني تسأل منها مخططاتها ما كل شيء باش يوقع باختصار السيطرة الثروات المنطقة وهذا يوجد بنادم الذي سوجد البديل السياسي باش هذا يمحى كل شيء مهم تيجي الجهة تغير السلطة يغاج الاحتكار وبالخصوص احتكار ثروات من المنطقة لأن مثلا على سبيل المثال العراق سود دي العراق دي النبحان من البترول وهذا سجن النبحان هو البرك كان تبعيث سلطس هذا يمكن شو ما نغني نطف هذا السور تشكاش كتص المهم اثنين قيدين اثنين في السور ومن الاسباب التطرف من زمان ديرين من اني ثاني دخشوت المعلومات ثمانيه اشو ما نغني السفر شكرا شكرا.